نهضروا على البزنازه ديال 96، الفنيضاق، كاسياخو، طنجة. غادي نهضروا على واحد العنصر خطر، الشريف ما بين الويدان. هاد الشريف ما بين الويدان زايد في 64 عنده خوه سميتو محمد الخراز، هو وياه بيناتهم عامين. هادو ولاد الداليه، الداليه اللي واحد الدوار عروبيه حدا طنجة سميتها الداليه، مكرفصن مبانين بالمقدار بوفريه. هاد الشريف ما بين الويدان باه عنده غلام سبايبي، تيربي الغلام من تيجي العيد الكبير ولا السوق تيمشي يبيع. المهم هاد الشريف بن الويدان وخوه الخراز واخا عايشين واحد العيشه مقاسين، ولكن عاشوا في الخير. المهم الغنم موجوده، الدجاج، البيض، هو كبر مقموع. المهم هاد الشريف بن الويدان ما عندوش مقاريش، بعد هاد البزنازه كلهم تقريبا مقاريش بحال حميد والديب، اميين وفقراء. ان الفقر اللي خلاهم يبيعوا الحشيش، وما كانوش فقراء ما يبيعوش الحشيش، جهال غير حرام، فهمتيني. ما كاين احسن من الحلال رسول الله اخوتي، الحلال هما كبروا دابا هما شرفوا. فين هو حميد الديب؟ حميد الديب دابا بحال كيزيد غادي للجامع تيصلي، شوف ربي واش يغفر له ولا ما يغفرلوش، الله اعلم. راه حرام، شحال هلك من واحد بالحشيش، شحال واحد حمقاتو الحشيش، شحال واحد مات في الحشيش. ان ولا تبغي نفسك التهلوكه، حرام حرام. داكشي اللي كان ما يكتب له الله حلال هو زرب عليه وكتبو حرام. المهم حميد هاد الشريف بن الويدان كان با رائد الغنم، هو زايد في 64 فهمتيني، وخوه زايد في 66، خوه محمد الخراز هو اللي عاونو يدو اليمنية. حميد الديب تيجيو تما تلقاو هو كيسرح، تقول له ودي واش ما بانولكش العسكر، ما بانولكش لي جندارم، هادي تيقول لهم ما بان والو اليوم، راه واحد البلايصه زوينه وكذا، ولا كينعت لهم. شو شو ولا كيعاونهم، تيخلي الغلم وتيمشي يحضي معاهم. قرض الكاريطه، راه البزنازه ها بزاف كيجيبوها على البغال، تيجيبوها على الحمير. إبا تجيبها من إبا تجيبها من كتامه تاع طنجه راه مصيبه. يلا فين هاد الامن؟ فين هاد الرادارات؟ خا تكون عندك طريق تحت الارض كاع يعيقوا بك الامن. ان راه مشاو طونات طونات طونات، مشاو طونات، مشاو ما كاينين 10000 طون 4000 طون، مصيبه. هي هذيك اخوتي، بقى بنش هذاك الشريف بن الويدان خدامه خدامه ديال حميد الديب، عارف هو بهذيك القنتينا هو ولد الداليه، شي ولد هذيك ولد هذاك الدوار. باش حميد الديب تا هو جبلي، منين انت من هذا وجبلي ولد عمو، قال ردو بحال تقولوا ردو، هو الشاف، هو الكوماندار ديال هذيك ديال هذيك العصابه ديال هذيك المافيا ديال المخدرات. صافي الو سيرو تما، راه كاين شريف بن الويدان، احطوا له تما تيجمع واحد القدر عاد نديوه. المهم شريف بن الويدان حاضي الداليه تيخبع داك الشيء، كيمشي يبيع الكوطربون. كلفني داق وسبتهم ليليا، راكم عارفين كانت في ذاك الوقت في التسعينات والـ96 راه كانت المجاعة، مجاعة بصح، واخا داك الفنيضاق وداك كاسياخ راه كانوا حالتهم. دابا راه عاد ترقعوا، تمشي تيدي العصير، تيدي الشابان، تيدي الكاشير، تيطلعو لتطوان كيبيع، كيشد الرزق. عاوتاني تيبريكوني ما صاب الحشيش، مشي كونا يهربوا الحشيش، تينقل تيعس، تيخدم معاهم حمال، تيتخلص هاكوه. قال اش ندير انا بالغلم؟ با تكرفص، وانا نبقى نتكرفص حتى انا. باع الغلم كله، بقى كيخدم مع حميد الديب. حميد الديب دار 96، دار 96 نزل الحسن الثاني، قالهم المغرب راه تجي سقطة قلبية، الاقتصاد ديالو يهبط للمغرب. الاتحاد الاوروبي والامم المتحده ديال امريكان
الامم المتحده تنزل على المغرب بالحصار، ان سكوبار جا عند حميدو الديب وبقى كيدوز الغبره البيضاء من 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 ابواب اوروبا، من طنجه للصبريون، ان من جنوب افريقيا ومن الشيلي زمتوه تما. جا عند حميدو الديب تصاحب معاه، تفاهموا هو وياه باش يبقى يدوز له، لا يبقى يعطيه الغبره ولا اخر يعطيه الحشيش من اللي على افريقيا، على جنوب افريقيا كدوز، وكيجيبوها ويقربوها حتى لطنجه، تيدخلها حميدو الديب، تيدخل غبره وكلش. المهم حميدو الديب قبطو البصري، لا قول الله قبطو البصري، قالوا له يلا حميدو الديب، المهم نسقروا الدوله وعلى عيني الناس وعلى عيني كدا. المهم دوزي واحد عام ولا عامين راه غادي نخرجوك عفو ملكي. قبطو قبطو تاب الويدان، تشريف بالويدان تا هو تعتقل معاه، من تعتقلوا معاه صدق حميدو الديب عطاو 10 سنين، بالويدان عطاو تا هو بالويدان نقول لكم شحال عطاو، تا بالويدان عطاو قايل شي 10 سنين ولا عطاوه 8 سنين، عفوا بالويدان عطاوه 8 سنين، بالويدان عطاوه 8 سنين، ضرب فيها 3 سنين مات الملك الحسن الثاني في 99، بالويدان خرج عفو ملكي، ويا راه مول الحشيش ما خصوش ينقصولو، ضرب فيها بالويدان 3 سنين، الرماش ما جاش عفو ملكي، تا محمد السادس عاد حيد له واحد العامين. يدك بالويدان من خرج شاف السوق مترع، كل شيء منين مقبوط، معتقل حميدو الديب من معتقل، هو كان عنده شي كليان، هاد بالويدان كان عنده شي كليان لقطهم من ظهر حميدو الديب، طقطقه معاهم، شرا زوقيا بالويدان هو وخوه، خوه ويدو اليمنيه الخراز محمد، بقاو كيخدمو، شراو السوق، إن راه وحدين في الدولة تيقولو لهم نوضو تخدمو، بس عرفو مصيبة، تي وحدين في الدولة ريوس الحربة، تيقولو نوض تخدم، بقا كيخدم بالويدان، السوق بوحديتو، عاد جا الرماش منير. منير خدام بوحديتو، منير خدام في طائف تطوان، والاخرين في الدارية في طنجة، فهمتيني أجاب شي لشي. المهم بالويدان ما جا عندو إسكوبار، الطياير تيديو وتيخلص الطيارة مع 1000 درهم للكيلو، 20000 ريال للكيلو، والطياير مابقاش يقدم الزوقية، بالطيارة بلاكو الطيارة والزوقية خدامين. هاد بالويدان دار الفلوس، فهمتيني دار الفلوس وطغى طغى فلوس وكدا، ماشي يحطاش في المغرب، تيمشي يهرب على سويسرا، هو كيدير ماشي بحال حميدو الديب مسكين كيبني العمارات ويبني القناطر وكدا. المهم هاد بالويدان بقى خدام، دف 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 ختام، واحد النهار بالويدان نيني نيني جا واحد ولاد العرايش مساكن جوج يتامى، تا هما هو وخوه شراو الزوقيه بغاو يخدمو، ما خلاهمش نيني، هما يقتلوه هما يقتلوه، من قتلوه قالوا بالويدان اللي حرشهم وبالويدان اللي جابهم، ان تما طيع ليا نطيع عليك السوق هذا. ارنات شريف بالويدان ولا كيدير الخواض، فهمتيني ولا كيدير الخواض، راح شي شفريه عند الرماش
مونير ولا تيخلطها مع الكينه ولا كيضربها بالتشاش هذه ولا القتيله ولا السرقه في السبليون. هذا البزناز تيصيفط صحابه ويسرق السلعه ديال انوار ولا ديال محسن. المهم المغاربه بيناتهم اللي خدامين مع نيني وخدامين مع بالويدان تما وقعت شفاره. وحنا واحد انوار قالوا له قد صيفطنا شي 4000 طن ولا 5000 طن. اش قال لهم؟ شراي الصابون ديال الكف، شرا الصابون وكيصيفط لهم الصابون. واحد النهار الجماريك اكلاتهم اكلاتهم كون كيرموا داك الشيء في البحر. الخدامه منعوا واحد جوج كوليات، منعوا جوج كوليات بغاو يقلبوهم قوي الصابون. تما عرفوا بنادم بين راه كيتبعي الصابون. المغاربه خايبين، فهمتيني؟ خايبين المغاربه. هي ديك اخوتي تما ولات القتيله، ولات القتيله ما بيناتهم في الصبليون القتيله، ولا الصبليون داير لاباك من لارمي من الجدارميه من البوليس داير لاباك لجندارم. ها الصبليون اش داروا؟ هبطوا للمغرب. من هبطوا للمغرب تما فين جبدوا افلام، نوضوا افلام ديال بوليس اكسيو، فهمتيني؟ بأفلام تلاقاو في واحد لوطيل سانك ايطوال واش ديال نيني ولا الاخرين الطابلة ديالهم من هنا، الاخرين الطابلة ديالهم. منير جالس مع كازاوا، كازاوا هما اللي تيدفعو، هما اللي تيسرقو السلعة اللي هي في الصبليون، هما اللي كيدفعو الصابون. المهم الخواض مشافو مع منير الرماش قالوا راه منير هو اللي مول الخطة، هو اللي تيقول لهم شفرة، هو اللي تيقول لهم كدا. مع صحاب بالويدان وما صحاب هذوك الخدامه ديال حميدو الديب، صافي انت دفعتي لي السلعه فريه وعطيتيني سانتيو زوين، وانت اللي هبطتي لي السلعه اللي هي جبتي لي، قالوا المحسن جبتي لنا العساس على يدك، وانت تفاهمتوا مع العساس درتوا راسكم كتفتوه وضربتوه وسرقتوا لنا السلعه 4000 طن. دابا والله ما تزاقل معك، وشكون انت؟ شكون انت؟ زقو دوك صحاب حميدو الديب ناضو خرجو تطوانيين. من خرجو حمي موني الرماش مع كازاوا، واحد قال له قال الخدامه قال له سير شي بالطونوبيل اخويا راه فيه واحد الشكاره باش نفريو هادي نمشيو بحالنا. من تم تابع دوك التطوانيين نيني والطبقه وبالويدان قالوا علاش تابعنا انت وتتأسس علينا واش حاضينا؟ قال له لا ما حاضينكمش كدا، انا عطاو بواحد السيف الساموراي هرب ولا اللوطير. قال له قال المنير الرماش قال له ودي دوك خياتي اللي راه سبقوا عليا صحاب نيني وهادي. هم يخرجوا دوك كازاوا، خرجوا قاموا مشاو بالطونوبيل هما يتبعوهم قيط قيط، شي تيضرب بالبومبا شي تيضرب بالفردي. والمالك تما مخيم في شهر 8 سمع القرطاج، دارك الملك يسمعوا القرطاج والبوليس القصر هادو هما اللي كيدخلو. صافي شكون يطلق القرطاس؟ شكون يطلق القرطاس؟ واحد الشاب هكا هادي سميتهم منير الرماش بالويدان اللي كانوا كيخدمو، جمعوهم كامل عليها. مشى بالويدان مشى للحبس بالويدان، من قبطوش على طاو عطاو 8 سنين، الرماش عطاو 20 عام. الشريف بالويدان، الشريف بالويدان هو كلش، الشريف بالويدان قال لهم هداو، قال لهم راه ماشي انا تنقول نخدم العنيقري، العنيقري مدير الامن هذاك الوقت، وكان مدير القصوره، مدير القصر، وشوفوا، وكان واحد المسؤول اخر، وواحد المسؤول اخر، بلا ما نسميه مسؤول في مسؤول، قرايضيه. العنيقري عرفتي سميتي هو العنيقري، كان مدير الامن هو اللي تيقول له هو اللي تيعطيه لاكوبتير باش يحولها. سقوا هذوك الضو العنيقري دار 4 سنين ديال الحبس ويخرج من الخدمه يحيد الكسوه، وواحد صاحبو تا هو كونينير تا هو دار 4 سنين ديال الحبس. بالويدان دا 8 سنين ديال الحبس الشريف بالويدان، وخوه هز على خوه الضربه، هز على خوه البلانات، 8 سنين ديال الحبس. تنقول انا تلعبة، فهمتيني؟ 8 سنين بحال اللي عنده قرية، وشوف شحال هرب، فهمتيني؟ وهادشي كامل
قبح الله الفقر. قول شي واحد لاباس عليه واش يدير هادشي، قول شي واحد تاجر واش يهرب. قبح الله الفقر وادو أميين جهالة. حميدو الديب مقاريش، الشريف بن الوداد مقاريش، الكلاخ كاين ما احسن من الحلال رسول الله. هنا الدنيا دايزة فهمتيني، ما كاين ما احسن من الحلال. الحرام تيمشي مع مولاه والحرام تيخرج على مولاه. الحشيش والشراب حرام والصفارة حرام،